ترامب يتوقع اعتقاله قريبا جدا ويحدد اليوم. قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السبت إنه يتوقع أن يتعرض لاعتقال الثلاثاء المقبل في ولاية نيويورك. دعا ترامب في منشور كتبه على منصة تروت الحقيقية إلى الاحتجاج على الاتهام الوشيك الذي سيوجه إليه. وفق ما أوردت وسائل إعلام أمريكية أن المرشح الجمهوري الذي يتجاوز الآخرين بمراحل والرئيس السابق للولايات المتحدة سيجرى اعتقاله الثلاثاء المقبل احتجوا من أجل استعادة دولتنا